هل يجوز للأب أن يعطي زكاة ماله لابنه الفقير إذا كان في معيشة مستقلة وبلغ يجوز ذلك، أم إذا كان معه في البيت فلا يجوز له ذلك؟ وتنبني هذه المسألة على مسألة أخرى، وهي إلى متى ينفق الوالد على ولده؟ فيرى الجمهور من العلماء أنه ينفق عليه إلى البلوغ وعلى البنت إلى عقد الزواج، ويرى آخرون أنه ينفق عليه حتى الاستغناء. وأنتم تعلمون أن الزكاة تخرج لمن لا يلزمك الإنفاق عليهم.